بإمكانية تكاد تكون منعدمة، بدأ الشاب محمد علي مشروعه لتحويل المخلفات الخشبية إلى ديكورات فخمة وقطع فنية تزين البيوت والحدائق والمحلات. محمد ابن مدينة الموصل الذي استطاع تحويل الهواية إلى حرفة ومصدر للدخل، إذ يجمع المخلفات الخشبية التي يتخلص منها البعض أو يحرقونها، ثم يصنع منها الكثير من النماذج والقطع الفنية. وإحنا نشتغل اللي كل الشغلات نشتغلها من سكيبات، ما نشتغل يعني نجيب خشب جديد أو نصرف عليه، يعني نشتغله من شيء اللي هو لا شيء، يزتون العالم بالشارع أو بعض من العالم الزت وما تحتاجه، أو بعض العالم تشعله، يعني يقول لك إحنا الحمد لله والشكر ناخذها أجيبها فلشها أكملها أسقلها حسب الأصول وارجع أطبق أسويها كنافورة. بدأ محمد بصناعة نافورة خشبية لبيته، إلا أنها أعجبت الكثير من جيرانه فطلبوا منه مثلها، ثم تطور الأمر ليصنع عدداً قليلاً من القطع الخشبية، ثم ما لبث أن أتته طلبات التصنيع من مختلف مناطق نينوى، بل ومن محافظات عراقية أخرى. يعني عدة محافظات ننطيهم، يعني مثل أربيل، دهوك، صلاح الدين، بيتي، بغداد، خابروني بالتليفون، ريد هالقدر، ريد هالكمية، كملوا لهم الكمية مالهم، يجون يأخذونها كلها كاملة ويمشون. الحمد لله والشكر يعني شغلنا مشى. الإقبال على شراء قطع الديكور دفع الشاب محمد إلى شراء بعض الماكينات والعمل بمساعدة أخيه ليزيد الإنتاج ويلبي الطلبات التي باتت تأتيه من مختلف أنحاء العراق، ليؤكد أن على الشباب عدم الاستسلام لضعف الإمكانيات، وأن عليهم المثابرة من أجل تحقيق أحلامهم وصناعة فرص جديدة للعمل في مناطقهم.